فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. في ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات، لا عقد عليها وهي 6 وتزوجها. العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات.